عايزين سفينة نوح قبل الطوفان ما يهل، نلم فيها بعضنا قبل ما خيرنا يقل. عايزين سفينة نوح قبل الطوفان ما يهل، نلم فيها بعضنا قبل ما خيرنا يقل. الطيبين الغلابة لاقيين وسط الديابة، خايفين نضيع كلنا والموجة تاخد الكل. كراودد يعني عندك زخام، واخدناك وخطفناك بسرعه علشان تعمل حلقه مع طبعا النجم الجميل والمطرب الجميل والمخرج الجميل طبعا اخويا وعيش ماهر وليه عيشه عمر يعني سنين. احنا المطريه احنا الاثنين واحنا بنفتخر. لا المطريه بقى ما تتكلمش، ده انا خلاص هسكن في المطريه، انا بقيت بصمه. انا بشكر كل اللي بيتكلمنا النهارده، منورنا في شبابيك النجوم، وان شاء الله تبقى حلقه ممتعه وحلقه رائعه ان شاء الله تعجبكم. تحياتنا طبعا لكل اهلنا في المطريه، وان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم باذن الله. بنحيي استديو سني ميديا، بنحيي الاستاذ اشرف عويس، وبنحيي الاستاذه داليا، وبنحيي يوسف اشرف عويس، وكل استديو سني ميديا بالهرم اللي احنا بنسجل عندهم. وبنبعت تحيه لصاحب القناه الاستاذ خالد الدقم صاحب قناه اي بي سي الخليجيه، وبنحييكم كلكم، وانتظرونا باذن الله في حلقه جامده جدا مع نجم الاغنيه الشعبيه ونجم الخليج العمر منك يا حبيبي، ونجم الخليج النجم الفنان وليد الحكيم باذن الله يا ايمن. وانا برضو بقدم كل التحايا لاخويا الجميل خالد الدب، طبعا عشره من سنين، وتحياتي للمهندس الجميل صاحب 3 ميديا اشرف عويس، وابنه الركراء الخلوق يوسف اشرف عويس، وتحياتي لكل فريق التيم ورك لثري ميديا، والاخت الجميله داليا. ميرسي ليكم وباي باي، انتظرونا في اجمل حلقه مع وليد الحكيم. باي باي.